ونتحول في أخبار السادسة لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. وتفاصيل الأخبار الاقتصادية تأتيكم اليوم مع ميرنا إيهاب. شكرا لك إلهام وشكرا محمد. والآن مع جولة اقتصادية جديدة للتعرف على أهم أخبار المال والأعمال. أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول السفينة السياحية العملاقة سبلاندا بميناء السخنة التابع للهيئة. يأتي ذلك في إطار التوجه نحو تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية وضمن البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية لمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتدة من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر القادم. اهتمام غير مسبوق بالحرف اليدوية تشهده الدولة في السنوات الأخيرة، وتوفر تلك الحرف التراثية فرص العمل للشباب وتساعد على تمكينهم اقتصاديا، ما دفع بالدولة لتشجيع إنشاء المعارض بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة مطروح. جهود حثيثة تبذلها الدولة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، حيث تحرص الدولة على النهوض بهذه الصناعة التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة. وفي محافظة مطروح افتتح المحافظ خالد شعيب معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة، وذلك في مركز الصناعات الحرفية بسيوة، حيث يأتي المعرض تحت رعاية محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية من خلال مشروع أيادي مصرية. المعرض المنتجات ومعرض التراث والحرف اليدوية من خلال مركز تدريب الحرف اليدوية والتراث في سيوة. بنشجع أبنائنا وبناتنا ومنتجاتهم النهارده. إن شاء الله المعرض يعني حقيقة الواحد سعيد بالمنتجات اللي عاملينها الشباب والبنات. ويضم المعرض عددا من المشغولات اليدوية لعدد من العارضين من جميع محافظات الجمهورية من أجل الحفاظ على البيئة وتشجيع الشباب ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم. معانا ناس مشاركة من محافظات تانية، وده دعم للسياحة. بنشكرهم جدا على اهتمامهم بالهاند ميد ومجال الهاند ميد معانا. النهاردة بشارك في المهرجان في سيوة دعم السياحة في سيوة. أنا نازلة بمنتجات جلد طبيعي هاند ميد 100% من أول الصبغة، من أول ما بشتري الجلد من التاجر أنا اللي بسبق، أنا اللي بحط ديزاين، أنا اللي برسم، أنا اللي بلون، وأنا اللي بخيط لحد المنتج ما بيطلع زي ما حضراتكم شايفين كده. ويأتي معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة ليجسد اهتمام الدولة بهذه الصناعات، مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية، فضلا عن فتح أسواق تصديرية للخارج. في أسواق المعدن النفيسة استقرت أسعار الذهب عند 1754 دولارا للأوقية، ومحليا ارتفعت أسعار الذهب ليسجل عيار 18 نحو 1217 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1450 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1624 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 11440 جنيها. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط مع انخفاض السيولة بالسوق وسط قلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي. وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2% لتبلغ 83.63 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 2% لتسجل 76.28 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.98% لتصل إلى 3.21 دولار للتر. كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.89% لتسجل 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من مستوى سالب بي بي إلى بي بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة وتحسن أداء ميزان المدفوعات في إطار الخطة المالية متوسطة المدى للحكومة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
أظهرت بيانات زيادة عدد متسوق الجمعة السوداء في جميع أنحاء بريطانيا بنسبة 3.7%، وكانت الزيادة بقيادة المتاجر الكائنة في شوارع رئيسية. وارتفع الإقبال بسبب التجمعات لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكن البيانات أظهرت أن عدد المتسوقين في يوم الجمعة السوداء لا يزال منخفضا بنسبة 21.3% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا. انتهت الجولة الاقتصادية، العودة إليكم محمد وإلهام. شكرا لك ميرنا إيهاب على هذا العرض.